إن شاء الله الأفضل طابت أوقاتكم من الفضاء الإريتريان، نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. دعوة للدفع لحماية التربة وحفظ المياه في إقليم حمص سبأ. مدرسة ماحبار الفنية تخرج 130 طالبا. عقد سيمينار عن جودة البذور وسلامة الأغذية في مديرية الشنبق. ساحل العاج وأنغولا توقعان 14 اتفاقية لتعزيز التعاون بينهما. بوتين يدعو إلى استئناف إنتاج صواريخ متوسطة المدى بقدرات نووية. أسبانيا وتشيلي تنضمان رسميا لدعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. دعا حاكم إقليم عن سبأ السفير عبد الله موسى في الاجتماع التقييمي نصف السنوي الذي عقد في مدينة كرن يوم 27 من يونيو إلى الدفع بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه باعتبارها أساس تأمين الغذاء. وناشد في الاجتماع الذي شارك فيه مسؤول الأقسام ومدراء المديريات وممثلي الوزارات بتنظيم الشعب لتدريج وتمهيد وتسميد الأراضي واستخدام البذور المحسنة. وذكرت التقارير المقدمة بناء 24 سدا صغيرا في الإقليم خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أجريت دراسات لبناء 5 سدود هذه السنة في أوروتا ورهي وأدربا ومرات ومزابات. ونجح أنشطة حماية التربة وحفظ المياه في الأراضي الزراعية بنسبة أكثر من 90% ومنح الاهتمام لبرامج إصلاح مجاري المياه. وأشارت التقارير إلى العمل الجاري لسد نواقص الخدمات الاجتماعية والعمل لإرساء خط مياه من سد هبر الثليم إلى هبر الصعدة وبناء فصول دراسية إضافية في بلدتي قرصة وأفن شبكو، وشق طرق ترابية من بلدة إدن إلى دبر سينا ومن حليب منتل إلى أدربا ومن عريتا إلى هبرة أليم وهبرة صعدة بمشاركة واسعة من الشعب وتعاون الجيش. وأوصل اجتماع بصيانة البنى التحتية للمؤسسات الصحية القديمة ومنح الأولوية للمدارس التي تدرس في الخيام والقيام بالدراسات المتكاملة للقرى التي تواجه مشاكل في خدمات المياه والاهتمام بالقرى والضواحي التي لم تحصل على خدمات الكهرباء والاتصالات. خرجت مدرسة ماحبار الفنية اليوم 29 من يونيو 130 طالبا في الدفعة 24 بعد دراسة نظرية وتطبيقية استمرت لعامين في 7 مجالات. تلقى المتخرجون الدراسة في مجالات الميكانيكا والبناء والكهرباء والالكترونيات والحدادة والمجاري والنجارة. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ فازقي أبرهة في المناسبة الدور الكبير لتنمية القدرات البشرية في الأعمار والتنمية، داعيا الطلاب للعمل بتفاني وإخلاص. أوضح المدير العام لقسم التعليم الفني والمهني في وزارة التعليم السيد معشو قبرة سعي أن استثمار ضخم جرى خلال السنوات القليلة الماضية لتسليح المدارس الفنية بالمعدات الحديثة وتوسيع المباني التعليمية، وسيتخرج هذه السنة حوالي 900 طالب من مختلف المدارس الفنية في البلاد. وأكد المتخرجون على الاستعداد للمساهمة في برامج التنمية التي تشهدها البلاد، وقدمت في المناسبة الشهادات والجوائز للمتفوقين من الطلاب. هذا وقد تأسست مدرسة ماحبار الفنية عام 1994 وخرجت حتى الآن 5038 طالبا. نظم سيمينار حول جودة البذور وسلامة الغذاء في مديرية شامبوق لمكافحة الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن الإنتاج والتوزيع غير الآمن للمنتجات الزراعية والحيوانية. وهدف السيمينار إلى خلق الوعي بين المزارعين والمستهلكين من خلال فهم الاحتياطات والعمليات التي يجب اتباعها من الإنتاج للاستهلاك، بالإضافة إلى استخدام البذور المحسنة وزيادة معرفتهم بسلامة الأغذية البشرية والأعلاف الحيوانية. وأشار المشرفون على السيمينار إلى قلة المعرفة وإهمال المزارعين والمنتجين وبعض الظواهر والممارسات والاستخدامات السالبة والتي يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة، وقالوا أنه يتم التثقيف المستمر للقضاء عليها مما يساهم ذلك بشكل كبير في تحسين وعي المجتمع. كما حث الخبراء المزارعين على اعتماد أساليب متكاملة لمكافحة الآفات وتجنب استخدام المبيدات الحشرية دون استشارة الأخصائيين، مشيرين إلى أن السبب الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي وانخفاض جودة البذور هو استخدام المبيدات الحشرية دون معرفة ودعم المهنيين الزراعيين. وقال مسؤول فرع دائرة المكافحة الإقليمية بالقاش بركة سيد حقوس قبر مريم أن المجتمع بشكل عام والمزارعين بشكل خاص يعانون من آثار سلبية على صحة الإنسان والحيوان والسلامة البيئية بسبب الاستخدام غير الآمن للمبيدات الحشرية والإنتاج والتخزين غير المركزي للمنتجات الزراعية،
لذا عليهم أن يكونوا واعين ومسؤولين وأن يساهموا في جهود الحد من هذه الممارسات من خلال برامج التوعية، مدركين أن هذه الظواهر تتسبب في إحداث آثار سلبية على صحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة. وقال مدير مديرية شامبوكو السيد كحساي أسرعت أن المحاضرة ستساعد في التخفيف من عواقب الأنشطة المنفذة سواء كان ذلك عن قصد أو غير قصد، وناشد المشاركين في السمينار بضرورة المساهمة الفعالة في ضمان الأمن الغذائي وجودة البذور من خلال نقل الدروس المستفادة إلى الآخرين. يتم إنشاء سد جديد بسعة 198 ألف متر مكعب في إدارة ضاحية ليبان بمديرية لوغوعانسبا بمبادرة من المواطنين ومساهمة الحكومة بهدف تقديم خدمات المياه للمواطنين والحيوانات. وقال مدير الضاحية سيد تسفاي كاستي لوكالة الأنباء الإريترية أن الناس معطرون في مجموعات ويتم التنسيق بينها وبين أعضاء الفرقة 17 بقوات الدفاع الإريترية لضمان المزيد من الفعالية. وقال المهندس مسجن غيتوهم عضو وزارة الزراعة والمسؤول عن العمل أن عرض السد يبلغ 13.5 مترا وارتفاعه 17 مترا، وقد اكتملت حتى الآن 32% من أعمال البناء. ومن جانبهم قال المشاركون أنهم كانوا يقطعون مسافة 6 كيلومترات للحصول على الماء مما كان يشكل ذلك عبئا ثقيلا عليهم، مشيرين إلى أنه مع اكتمال السد ستحل المشكلة وسيستفاد منه أيضا في تنمية البساتين. وأشاد مدير مديرية لوغوعانسبا سيد أبراهام حاغوس الذي تفقد تقدم العمل بالمبادرة التي اتخذها الأهالي ومساهمة الجيش داعيا الاستمرار في العمل حتى يكتمل السد بشكل جيد. هذا وتعد ضاحية ليبان واحدة من ضواحي مديرية لوغوعانسبا 13. ارتفع عدد المستفيدين من خدمات المرافق الصحية في مديرية منصورة بفضل تزايد وعي المجتمع بفوائد الطب الحديث. وقال مسؤول الخدمات الصحية ممرض كاساتي سلمون لوكالة الأنباء الإريترية أن عدد المستفيدين بشكل عام والأمهات اللواتي يتلقين رعاية ما قبل الولادة وبعدها على وجه الخصوص قد سجل تغيرا كبيرا بفضل أنشطة التوعية المستمرة التي يقوم بها المهنيون الصحيون بالتعاون مع الإدارات والشركاء الآخرين. وأضاف الممرض كاساتي أنه إلى جانب الوعي المتزايد يتم العمل بشكل مستمر لإنشاء المؤسسات الصحية لتقديم خدمات شاملة بما في ذلك إمدادات الأدوية. وقال أن مركزا صحيا واحدا وأربع نقاط صحية بالمديرية تقدم خدمات جديرة بالثناء. من جانبهم قال المستفيدون من الخدمات الصحية أنه بفضل المرافق الصحية المتكاملة أصبح بإمكانهم الحصول على الخدمات عن قرب، معبرين عن امتنانهم لخدمة سيارة الإسعاف. إن شاء الله الفاضل كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. وقعت دولة أنغولا وساحل العاج 14 اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات شملت الزراعة والموارد المعدنية والنفط والغاز والصحة والبحث العلمي والسياحة والتعاون العسكري والفني. وفي مدينة أبيدجان الإيفورية وبحضور رئيسي أنغولا غوا لورنسو وساحل العاج الحسن واتارا تم التوقيع على السكوك القانونية من قبل وزراء الوزارات المعنية إلى جانب وزيري خارجية البلدين، كما أجرى زعيم البلدين محادثات مثمرة للقاية وفق إفادات الرئيس الحسن واتارا سمحت بتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين. كما وصف الاتفاقيات الموقعة بأنها علامة على الإرادة المشتركة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون، مشيرا إلى أن منتدى اقتصادي سيعقد بين رجال الأعمال من الجانبين. اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن على بلاده أن تبدأ بإنتاج صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى سبق أن تم حظرها بموجب معاهدة مع الولايات المتحدة الأمريكية للحد من انتشار الأسلحة. وقال بوتين خلال اجتماع مع مسؤولين أمنيين كبار يبدو أننا نحتاج إلى البدء بإنتاج هذه المنظومات مجددا، في إشارة إلى صواريخ يراوح مداها بين 500 إلى 5500 كيلومتر كانت محظورة بموجب معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة. وانسحبت واشنطن من المعاهدة في العام 2019 متهمة روسيا بعدم الامتثال لها، وقال الكرملين حينها أنه سيلتزم بوقف الإنتاج إذا لم تنشر الولايات المتحدة صواريخ على مسافة قريبة من روسيا. وفي خطاب متلفز أمام كبار المسؤولين الأمنيين أكد بوتين أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت باستخدام مثل هذه الصواريخ في تدريبات بالدنمارك.
تقدمت اسبانيا بطلب رسمي للانضمام الى القضيه التي رفعتها جنوب افريقيا ضد اسرائيل امام محكمه العدل الدوليه بشان الاباده الجماعيه بحسب بيان لوزاره الخارجيه الاسبانيه والمحكمه. واوضحت وزاره الخارجيه الاسبانيه ان هذا التدخل ياتي استنادا الى اتفاقيه الامم المتحده لمنع ومعاقبه مرتكبي الاباده الجماعيه لعام 1948 مستنده الى الماده 63 من نظام المحكمه. وذكرت أن كولومبيا والمكسيك وفلسطين تدخلت بالفعل، بينما تنوي أيرلندا وبلجيكا المشاركة في القضية المرفوعة. ومن جهتها أعلنت تشيلي انضمامها كذلك لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. وفي ديسمبر 2023 رفع جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948. في الخبر الأخير، أدان البرلمان الباكستاني القرار الذي أصدره الكونغرس الأمريكي قبل أيام للتحقيق في الانتخابات الباكستانية التي أجريت في فبراير الماضي، ووصفه بالمخالف للحقائق كما اعتبره تدخلا في الشؤون الداخلية لباكستان. وعرب البرلمان الباكستاني عن أسفه لقرار الكونغرس الأمريكي رقم 901 الذي طالب بإجراء تحقيق كامل ومستقل في مزاعم التزوير بالانتخابات العامة الباكستانية. وفي قراره اعتبر البرلمان الباكستاني أن القرار الأمريكي مخالف تماما للواقع، مؤكدا أن باكستان لن تتسامح مع أي نوع من أنواع التدخل في شؤونها الداخلية كدولة مستقلة وذات سيادة. كما طالب الولايات المتحدة الأمريكية بالحفاظ على العلاقات الثنائية مع باكستان على أساس الاحترام المتبادل. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. دعوة للدفع لحماية التربة والمياه في إقليم عنسبة. مدرسة ناحبار الفنية تخرج 130 طالبا. عقد سيمينار عن جودة البذور وسلامة الأغذية في مديرية شام بقر. ساحل العاج وأنغولا توقعان 14 اتفاقية لتعزيز التعاون بينهما. بوتين يدعو إلى استئناف إنتاج صواريخ متوسطة المدى بقدرات نووية. أسبانيا وتشيلي تنضمان رسميا لدعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل. شهد الله فاضل بهذا، نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.